أهلا بكم. أكد قسم الطوارئ في مستشفى الجمهوري بصنعاء وفاة حالتي إصابة بوباء الكوليرا. حالتا الوفاة كانتا من أصل 69 حالة اشتباه بالإصابة، وفيما تعود خطورة المرض لتهدد العاصمة وعددا من المناطق القريبة منها، أطلق مستشفى الجوف العام أيضا نداء استغاثة للمؤسسات الطبية والمنظمات، وذلك للتدخل العاجل للحد من انتشار المرض بعد وصول 4 حالات مصابة إلى المستشفى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تتعامل الجهات والمنظمة الصحية لتلافي انتشار الكوليرا؟ وهل الجهود كافية لإيقاف انتشاره؟ تعود الكوليرا للعاصمة صنعاء والعديد من محافظات البلاد، إذ يعيش أكثر من 6 ملايين شخص في مناطق متأثرة بالوباء، ولا تزال الإحصاءات عن حالات المرض في تزايد مستمر. الانهيار في البنية الصحية جراء الحرب والسطو على موازنات القطاع الصحي وارتفاع أعداد النازحين وتعذر الحصول على مصادر مياه نظيفة ووسائل معيشية صحية من أهم أسباب تفشي الوباء في المحافظات. وأمام انهيار كبير في النظام الصحي نتيجة الحرب، ما زالت محدودية السعة الاستيعابية في الكثير من المستشفيات وتردي الخدمات تمثل مشكلة أخرى. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. الكوليرا العائد الجديد إلى اليمن، البلد المثخن بجراحات الحرب وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية. منذ الانقلاب عادت البلاد إلى الطور البدائي، فكانت النتيجة الطبيعية عودة أمراض وتفشي أوبئة بدائية أصبحت جزءا من الماضي السيء بالنسبة للعالم الآخر. الأخبار الواردة في هذا الشأن تتحدث عن وصول عشرات الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء وتؤكد إصابة البعض منها. بحسب مصادر طبية، فإن المستشفى أصبح يواجه صعوبة في استقبال المزيد من المصابين كونه الوحيد العامل في هذا المجال. لا يقتصر تفشي الوباء على صنعاء وحسب، فهناك محافظات أخرى تم تسجيل حالات اشتباه فيها، كما هو الحال في المحويت والجوف والضالع التي رصدت فيها القطاعات الصحية العديد من حالات الاشتباه بالوباء. منظمة اليونيسف أكدت عودة المرض التي قالت بأنه أصبح يهدد حياة الكبار والصغار على السواء، مهيبة بالجميع العمل على التصدي له. إذن هي جائحة أخرى تهدد حياة السكان في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من انهيار وشيك، وهو ما يزيد من منسوب الخطر الذي يرتفع كلما طال أمد الانقلاب وغابت الدولة عن القيام بمهامها الأساسية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي ينضم إلينا الآن من صنعاء، جمال عبد المغني، الدكتور في طوارئ مستشفى الثورة العام. أهلا بك دكتور جمال. أهلا وسهلا دكتور جمال. إذن هناك حالة وفاة جراء إصابتها بالوباء من أصل 69 حالة، هذا ربما آخر رقم حول درجة خطورة المرض في صنعاء. هل حدثتنا عن طبيعة هذه الإحصائية التي رفعت؟ بخصوص الإحصائيات، هي ارتفعت أمس إلى 96 حالة في صنعاء، وصلت أمس اللي استقبلوها مستشفى الجمهوري ومستشفى السبعين. هذا المستشفين الذي قررت وزارة الصحة أنه تتخصص مرضى الكوليرا. 96 حالة بحسب الإحصائية اللي وردتنا أمس. 96 حالة اشتباه أم إصابة؟ 96 حالة إصابة مرضى الكوليرا. طيب، هذه الحالات منذ متى بدأت بالتوافد إلى المستشفيات؟ تقريبا على مدى 3 شهور الماضية بدأ التوافد إلى مستشفى الثورة بشكل عام. حصل ازدحام في طوارئ مستشفى الثورة، فاجتمعت وزارة الصحة مع مدير مستشفى الثورة ومستشفى السبعين ومستشفى الجمهوري، وأقروا أنه يخصصوا مستشفى الجمهوري ومستشفى السبعين لمرضى الكوليرا. بس الآن الصعوبة يتواجه المرضى في مستشفى الجمهوري أصبح غير قابل على استقبال ولا أي حالة أخرى. الأسرة مليانة بالكامل، لا يوجد سرير فاضي. يعني المريض وين يروح الآن؟ يضطر يروح مستشفى السبعين. يروح مستشفى السبعين يقولوا له هذا مستشفى خاص بالأطفال،
طيب وين يروح؟ يروح البيت هناك ولو ما يتوفى ولا يروح يعالج بفلوسه في اي مستشفى خاص. طيب دكتور جمال، هلا شرحت لنا اكثر لماذا يعني لا يوجد هناك حالات تشافي من هذا المرض حتى تفرغ السره، ومن ثم من يعني يصاب بهذا المرض يجد له مكانا. ما هي المشكله؟ ما هي يعني ما هو طبيعه المرض؟ ما هي اسباب انتشاره؟ هو مشكلة المرض بشكل عام انه يعني لما مريض مرض الكوليرا ما يسعف نفسه الى المستشفى الا بعد يومين او ثلاثة ايام، يكون دخل في مرحلة الجفاف الحاد. الجفاف الحاد هو هي اعراض مرض الكوليرا، هي طرش واسهال مائي شبيه ببياض البيض او مح البيض. المريض مرض الكوليرا يهمل نفسه، ما يروح المستشفى الا من ثاني او ثالث يوم، وتكون الحالة تفاقمت، ما عاد مجرد إصابة بمرض الكوليرا، أصبح عندها أيضا فشل كلوي حاد بسبب الجفاف. مرحلة العلاج تطول جدا، يعني تطول جدا، بدل ما كانت من يومين إلى ثلاث أيام تستمر إلى عدة أسابيع. يعني لذلك عدد الأسرة في المستشفى مكتظ بسبب الحالات المعقدة. طيب في هذه الحالة ما هو المطلوب حتى يعني يتجاوز الناس مسألة أن يتفاقم المرض لديهم بعد أن ما يعني بدلا من أن يهملوا يومين أو ثلاثة؟ كيف يمكن لهم معرفة عوارض المرض حتى يذهبوا إلى المستشفى منذ إصابتهم به بسرعة؟ هي أعراض مرض الكوليرا هو طرش وإسهال بدون أي ألم، فجأة يجي لها إسهال مائي شبيه بمح البيض. الإسهال هذا يعني غير مرتبط بأي وجبة طعام، يعني ممكن كذا يجي له إسهال على طول واصل واصل واصل. فأول ما يشعر المريض بهذه الأعراض اللي هو الإسهال لونه مائي زي مح البيض يسعف نفسه لأقرب مستشفى. هي العلاج يكون بسيط جدا، مجرد تعويض سوائل يعني من 8 إلى 9 ساعات وخلاص يرجع البيت، ممكن حتى يخلص فترة العلاج في البيت. بس يعني ضروري اقول لك ما يهملش نفسه، لانه كل ما تاخر الوضع كل ما صبر على الحاله كل ما زاد الاسهال كل ما زاد الطرش زادت حده الجفاف في الجسم ودخل في مرحله الفشل الكلوي، وهنا تصبح الحاله معقده جدا وفتره العلاج تطول اكثر. طيب في هذه الحاله الان هل يعني من طريقه معينه لتجاوز هذا المرض او الوقايه منه؟ هو انا بكلمك على الوضع في صنعاء، في صنعاء هو الطريقه الوحيده لانتشار مرض الكوليرا هي عن طريق المياه والاطعمه الملوثه. بحكم في صنعاء لا يوجد انهار ملوثه، يوجد ثلاجات تبيع مياه مثلجه او قوالب ثلج. نعطي يعني هو السبب الرئيسي لانتشار المرض هو يعني من خلال هذه المياه الملوثه. المواطن لا يعرف مصدرها، لا يعرف هل تمت تنقيتها، هل هي معالجة بالكلور أم لا، وبحكم رخص إمكانياتها والحالة الاقتصادية التي تعيش فيها المواطن بدون رواتب يضطر يشتريها ويشربها على طول بدون التنقية حتى. فلذلك يعني أنا أنصحهم يعني مثل هذه القوارب الثلجية التي تباع في الأسواق والأطعمة الملوثة يبتعد منها الواحد قدر الإمكان، يعني لأنه مرض معدي ومنتشر. الشيء الثاني انه اذا تمت الاشتباه بحاله مرض كوليرا في احد افراد اسرته المفروض يعزلوه، يعني بقول لك ما ياكلوش معه، ما يستخدموش اشياء خاصه ملابس داخليه مثلا، اقول لك ما يدخلوش بعدها الحمام الا بعد ما يتم تعقيمه بالديتول ولا الكلور. وهذه الطرق هذه الطرق يعني هو مرض بسيط، بس مشكلتنا الشعب انه بس يجهل الاشياء هذه ولا هو مرض بسيط. طيب دكتور يعني الان هل هذه الحالات الان موسميه ام انها يعني طبعا هذا السؤال الاخير، هل هذه الحالات موسميه ام انها يعني فعلا تنذر بنوع من وباء يعني يجتاح المدن اليمنية؟ هي تنذر بنوع من الوباء يجتاح المدن، يعني هذا الوباء سوف ياكل الاخضر واليابس، هذا يعني هذا وباء كارثي اذا ما تمت السيطره عليه. هو بنفس الوقت مرض معدي جدا جدا، يعني الشعب ممكن اي شخص يمرض فيه، لذلك ضروري من وقفة حازمة ضد المرض هذا وضروري من السيطرة عليه بقدر الإمكان، يعني لأنها كارثة إنسانية بشتى المقاييس. أشكرك دكتور جمال عبد المغني، دكتور في طوارئ مستشفى الثورة العام، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وينضم إلينا أيضا من صنعاء مشاهدينا الكرام محمد الأسعد المتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
حياك الله أستاذ محمد. إذا هناك مخاوف من أن المرض معدي يتحول إلى وباء بداخل المدن اليمنية، ما هي الإجراءات الممكن عملها للحد من انتشار هذا الوباء وتلافي ذلك؟ بالتأكيد هناك مسارات مختلفة لمواجهة هذا الوباء. هذا الوباء ظهر العام الماضي في أكثر من 52 مديرية شملت 16 محافظة، وبالتالي كان قد انحسر بعد جهود مكثفة من قبل السلطات الصحية المختلفة في هذه المحافظات والسلطات المركزية أيضا في صنعاء وعدن، وأيضا جهود منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبقية العاملين في قطاع الصحة من جانب الإغاثة. الآن هناك تقريبا 15 حالة مؤكدة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وفي المحويت وعمران وفي حجة أيضا. اليونيسف مباشرة ضمن خلية الطوارئ قدمت مساعدات علاجية عاجلة، قدمنا مساعدات في مستشفى 70 بواقع حقيبة علاجية تكفي 100 حالة حرجة أو 400 حالة متوسطة الحرج. أيضا قدمنا نفس الكمية لمستشفى الجمهوري في صنعاء، وقدمنا أيضا حقيبتين بنفس تسادس حوالي 500 حالة في محافظة صنعاء وأيضا في أمانة العاصمة احتياطا. كما أن لدينا مؤن جاهزة في عدن تقريبا 7 حاويات من هذه العلاجات التي تكفي قرابة 3500 حالة. هذا العدد كبير بالنسبة لعدد الحالات التي تصل حتى الآن، ولكن نعمل هذا المخزون مسبقا لتوخي الحذر وأيضا الاحتياطات اللازمة بحيث نواجه هذا الوباء. طيب. أيضا بالمسار الآخر هناك مسألة التوعية، أطلقنا في وسائل الإعلام المختلفة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في المنظمة حملة التوعية بمخاطر وأعراض الوباء وكيف يمكن الوقاية منها سواء على المستوى المباشر أو الأخذ الشخص المصاب إلى المرافق الصحية المتخصصة التي تقدم هذه العلاجات. طيب. إلى جانب أيضا العمل مع مؤسسة المياه وكثرة المياه بعمل تنقية المياه وكلورة المياه سواء كانت في الآبار أو في صهاريج النقل التي تنقل للمنازل وتنقل للمطاعم وتنقل للفنادق وأيضا الجهات الخدمية الأخرى. الجهود كثيرة، المخاطر كبيرة أيضا بنفس الوقت، ولكن الأهم من هذا هو الوعي لدى الناس. إذا استطاع الناس أن يحافظوا على السلامة الشخصية، حافظوا على النظافة الشخصية قبل وبعد الأكل، استطاع الناس أن يحافظوا على توفير مياه نظيفة للشرب وغليها وتعقيمها بالكلور، إذا استطاعوا أن يخزنوا المياه بأوعية نظيفة ومرتبة ومحكمة الإغلاق بحيث ما تصلها الجراثيم والحشرات، أيضا عند استخدام الفواكه أو الخضروات أو المأكولات العامة ينبغي أن تكون نظيفة وجيدة وتغسل بشكل مكثف وعناية فائقة خصوصا في هذه الفترة. الوعي والتوعية أهم وسائل الوقاية في هذه المرحلة. يعني أنت حدثت عن نقاط كثيرة، لكن هناك نقطة يعني تطرق لها الدكتور جمال عبد المغني وهي عدم قدرة المستشفيات الآن في العاصمة صنعاء على تحمل المزيد من يعني إيواء الحالات المصابة بهذا المرض والمحتمل إصابتها، وهو يتحدث الآن عن ارتفاع عدد الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها إلى 96 حالة بصنعاء. هل من جهود لحل هذه الإشكاليات؟ بالتأكيد هناك جهود. أولا دعنا نقول أن المنظومة الصحية في اليمن تحت يعني مهدد بالانهيار. يعني بصراحة أنا أحيي كل العاملين والعاملات الصحية في مختلف محافظات الجمهورية في كل المدن والقرى والأرياف الذين يبذلون جهود بطولية، جهود إنسانية رائعة تفوق الوصف في ظل هذه الظروف، بدون رواتب، بدون أجور، بدون خدمات، بدون نفقات تشغيلية، ويواصلون العمل من أجل مساعدة الناس. يعني هؤلاء أبطال مجهولون حقيقيون. اولا ثانيا النظام الصحي نحن نحاول نساعد بقدر الاستطاعه بحيث نستجيب لحجم الطلب المهول، ولكن اذا ما اتسعت رقعه الوباء ستكون هناك فعلا كوارث ونحذر منها بشكل كبير، ونحتاج الى تمويل خاص الان، خطه استجابه طارئه ربما، وتمويل خاص لحالات الكوليرا وعلاج الكوليرا سواء كانت في صنعاء او عمران او حجه او في بعض المناطق التي روي عن وجود حالات اشتباه للكوليرا في لحج ومناطق اخرى في المحافظات الجنوبيه. لذا من السلطات المحلية، السلطات الصحية، مستويات من المانحين، من المنظمات الإنسانية، منظمة الغافية. أستاذ محمد،
نعم يبدو أن هناك إشكال في التقطع، يعني الصوت يتقطع يبدو من المصدر، لكن عموما الآن الحالات تتفشى في معظم أنحاء الجمهورية، هل من مسبب معين رصدتموه إلى تفشي هذا المرض في هذه المحافظات في هذا الوقت؟ أولا دعنا أقول أن الحالات الإسهالات المائية الحادة من الأمراض المزمنة الموجودة في اليمن، مرتبطة بالتخلف الترموي، مرتبطة بمشاكل الصحي، مرتبطة بالقمامة، مرتبطة أيضا بالمياه الغير المحسنة في خارج عدم توفر شبكات المياه الصالحة للشرب في كل مكان، أيضا مع تراجع وتدهور المنظومة الصحية الموجودة في البلاد، وبالتالي حالات الإصابة عندما يتم إصابة طفل أو إصابة رجل أو امرأة بهذا المرض ليس لديهم إمكانات لإسعافه، وبالتالي تنتقل من حالة لحالة، وكما قال الدكتور وهو المتخصص أن هذا المرض سريع العدوى. بالتالي أوضاعنا صعبة، أوضاع القطاع الصحي صعب، أو الأوضاع المعيشية متدهورة، لا رواتب لا أجور، كل هذه تسهم في مفاقمة أي وباء وأي مرض. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد. ينضم إلينا الآن من الحديدة دكتور عبد الرحمن جار الله، مدير مكتب الصحة في الحديدة. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا. بداية دكتور، إذا يعني في محافظة الحديدة هناك ربما إصابات في حالات، هل لك أن تحدثنا عن إحصائيات المحافظة فيما يتعلق بمرض الكوليرا؟ طبعا في الأسابيع الأخيرة عاد المرض من جديد، هو كان قد بدأ من العام الماضي وتم السيطرة عليه، ولكن الآن منذ أسبوعين تقريبا عاد المرض مرة أخرى. سجلت حالات في سجن الاحتياط، كذلك تم السيطرة عليها وتزويدها بالأدوية، وحصل حالة وفاة واحدة في سجن الاحتياط، وكذلك حصلت في مستشفى الأمراض النفسية وتم السيطرة عليها. وبالأمس بلغنا بحالات من مديرية باجل، من منطقتين في مديرية باجل، ونزلنا فيهم فريق إن شاء الله بإذن الله أنه يعطينا إحصائية متكاملة عن عدد الحالات وعدد الوفيات الموجودة في مديرية باجل. طيب عموما كيف هو العمل والجهود التي تقدمها مكاتب الصحة والمستشفيات في مديرية باجل باعتبارها ربما المنطقة الأكثر تضررا بهذا الوباء؟ طبعا مكتب الصحة بمحافظة الحديدة وكافة المكاتب في الجمهورية أعتقد يقدمون خدمات في ظل أوضاع صعبة، في ظل عدم وجود موازنات، في ظل عدم وجود رواتب، في ظل ندرة شديدة في الأدوية، نقص شديد في الأدوية، نقص شديد في أدوات التشخيص، الأسوأ في المنظمات، يتعاونوا معنا لكن تظل الاستجابة أقل من المطلوب، لا تزال استجابة المنظمات أقل من المطلوب. في الشهور الماضية أسست مراكز لاستكمال حالة الإسهالات في كل من مستشفى الثورة ومستشفى العلفي ومديرية بيت الفقيه ومديرية الجراحي. طبعا كانت هذه الأشهر معدودة، انتهت الأشهر أغلقت باستثناء ما هو في مستشفى العلفي الآن فقط، لذلك الآن لو في أعداد كبيرة من المرضى لا نستطيع استقبالهم مثل المرات الماضية، لأنه كان في مراكز مخصصة لاستقبال مرضى الإسهالة المائية. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبد الرحمن جار الله. أعود إلى الأستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، يعني محافظة الحديدة ربما لها نوع من الخصوصية في موضوع الغذاء والصحة بشكل عام، كنا نسمع عن وجود حالات جوع كثيرة وهناك ارتفاع في منسوب يعني الاحتياجات الغذائية في هذه المحافظة، والآن هناك تفشي للكوليرا، هل يعني بالإمكان الحديث على أن هذه المحافظة ربما ظلمت في من ناحية الاهتمام الصحي والإغاثي بالنسبة للفترة الأخيرة ولما يجري في اليمن عموما؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد الأسعدي،
إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الأسعد المتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن، كان معنا عبر الهاتف في صنعاء. على كل حال شكرا جزيلا. لا نعود إلى الدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة في الحديدة. دكتور، هل جهود الطبية لتلافي انتشار مرض الكوليرا بالنسبة لمكتب الصحة كافية؟ ما هي الجهود التي تبذلونها بذلك؟ طبعا هناك جهد كبير يبذل من المستشفيات من قبل الزملاء في استقبال الحالات وإعطائها الأدوية بحسب البروتوكول المقرر من منظمة الصحة العالمية، وذلك لإنقاذ الحالات. بالفعل الحالات إذا لم تأخذ المحاليل في الساعات الأولى يعني تحصل مضاعفات وفشل كلوي، ويدخل المرضى في مشاكل الجفاف ومضاعفاته. وبالتالي نحن بحاجة شديدة للمحاليل، بحاجة لكميات كبيرة من المحاليل، بحاجة لمخزون احتياطي من هذه المحاليل لمواجهة لا سمح الله حصول حالات كثيرة في الأيام القادمة أو في المستقبل. تكون لدينا هذه المحاليل جاهزة وقت الاستخدام، لأننا نحتاجها مباشرة وقت حدوث الحالة، وقت حدوث الحالات، وقت استقبالها في المستشفيات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بحاجة إلى الفحوصات لتأكيد الحالات، حاجة لهذه الفحوصات لتأكيد ما إذا كانت هذه الحالات هل هي موجبة أم لا. بحاجة وهل الطاقم الطبي الموجود هناك مؤهل بشكل كافي لأن يقوم بهذه العمليات التي تتحدث عنها؟ تم تدريبهم طبعا في الفترات الماضية، وتم تدريب كامل الكادر في كافة المستشفيات وفي كافة المديريات على استقبال مرضى الإسهالات المائية بشكل عام وطريقة التعامل معها. طبعا إذا ما تحدثنا عن هذا المرض، هذا المرض معدي بشكل كبير جدا كما تحدث الزملاء من قبل. هذا المرض واحد من أسبابه الكبيرة هو المياه الملوثة، ونحن الآن نعاني من عدم توفر المياه سواء في المدينة أو في المديريات. في ندرة في المياه، في عدم توفر للمياه وانقطاع للمياه نتيجة انقطاع الديزل على مؤسسة المياه. هناك الآن الناس تلجأ إلى شراء مياه من أماكن غير معروفة ومن أماكن غير مكلورة وغير نظيفة. طيب هل يؤثر، يعني هل تؤثر درجة الحرارة، خاصة أن محافظة الحديدة يعني معروفة بأن درجات الحرارة تصل فيها إلى يعني منسوب عالي، هل تؤثر في انتشار المرض بشكل أكثر؟ أكيد، لأنه يعتبر درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية بيئة خصبة لهذه البكتيريا لتنمو بشكل كبير جدا. إذا أشكرك الدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة في الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن انتشار وباء الكوليرا في الحديدة. كما هو الشكر موصول مشاهدينا الكرام لكل من كانوا معنا من ضيوف الدكتور جمال عبد المغني الدكتور في طوارئ مستشفى الثورة العام، وكذلك للأستاذ محمد الأسعد المتحدث باسم اليونيسف في اليمن كان معنا عبر الهاتف قبل قليل. وهو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني وبقية أفراد طاقم العمل. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.